متحد مع الإرادة الوطنية للتقييم والتقويم، هكذا تنظر القوى السياسية إلى استدعاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للهيئة الناخبة ووضع حد للمشككين والانتهازيين في تعبئة الجهود لبناء الجزائر الجديدة وإنجاح الرئاسيات. يوم تاريخي جديد في أيام الجزائر، اللي هو استدعاء الهيئة الناخبة يعني الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر إن شاء الله. يعني هذا استحقاق يعني لرد عن كل المشككين حول قوة الجزائر وتلاحم شعبها. يعني إن شاء الله يكون عرس وطني كباقي الأيام اللي كباقي الاستحقاقات اللي فاتت، يعني وإن شاء الله يتجند كل الشعب الجزائري. ويعني راح تكون عندنا بعد المجلس الوطني يعني اللي كيفاش حتكون مشاركة حزب جبهة المستقبل. تكثيف الحركيات السياسية وإعادة الإحصاء لتهيئة الاستمارات قبيل أيام من الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، أولى خطوات الأحزاب بعد استدعاء الهيئة الناخبة. منتخبين وعودنا الإحصاء نتاعهم باش نوجدوا للاستمارات وواجدين لهذه الانتخابات ومستعدين 100% وفي أتم الجاهزية لخوض هذه الانتخابات اللي حبوا نقولوا فيها كلمتنا. نحن كمنسقين لكل البلديات، عندنا منسقين بلديين ورؤساء بلديات وكاع المكاتب الولائية راهي جاهزة إن شاء الله لإنجاح هذه الانتخابات. و كنا نعلم أنه سيتصادف هذا اليوم الإعلان رئيس السيد رئيس الجمهورية عن هذه الإعلان عن استدعاء الهيئة الناخبة. احنا بربي إن شاء الله نديروا دوريات وتجمعات عبر كل الولايات وعبر البلديات إن شاء الله باش نوعوا المواطنين تاعنا باش ينتخبوا بقوة بإذن الله. تترقب الساحة السياسية اكتمال المشهد بفصل مختلف الفاعلين السياسيين في قراراتهم.